أصبح زحف الرمال بالطريق الوطني رقم 6 الرابط بين بلدية المشرية، النعامة والعين الصفراء يشكل خطرا كبيرا على مستعملي المركبات، والسبب يعود للجدار الإسمنتي حسب ما صرح به ممثلي سائق سيارة الأجرة. سائق سيارة الأجرة ما بالبلديات ولا ما بالولايات، راه عندنا إشكال هذا تاع زحف الرمال هذا. هاوين هذه الرملة هاي وراها دايرة مشكل كبير، كاين اللي راه يجي من ولايه واخد اخرى كاين اللي ما يعرفهاش، وسيرتو في مومو تاع شتا كاين اللي ما يعرفش مع ديك لافابير وكل شيء. نتمنى من السلطات يتاخذوا الاجراءات تاعهم في اقرب وقت. حنا هذه تخص الجميع، ماذا بينا منا النعامه ولا منا المشريه العين الصفراء. سيدي سياره الاجره البلديه او الجماعيه، نطلب من السلطات العليا ان نزع هذا الجدار الاسمنتي الذي يمثل عائقا بالنسبه للراجلين او السيارة أو مستعملي الطريق الوطني رقم 6. من هذا الانشغال مدير الأشغال العمومية يوضح: بالنسبة لمزلق الأمان الموجز بالخرسانة الإسمنتية على مستوى ازدواجية الطريق الوطني رقم 6، يعني في إطار التكفل بهذا الانشغال وبالموازاة مع أشغال الصيانة التي تتم على مستوى، تمت مراسلة الوزارة الوصية من أجل دراسة إمكانية إزالة بعض المقاطع التي تشهد تردد مستمر للرمال لكي نتفرغ لمرافقة المقاطع الأخرى بأعمال إزالة الرمال. وتبقى جهود قطاع الأشغال العمومية حاليا تتمثل في عملية الصيانة، فيما ينتظر مستعملي هذا الطريق حلولا سريعة من أجل سياقة آمنة.